محمود بك يا ريت حد يجي يعدل لي الصوره لان الاضاءه وحشه قوي عندي هنا في المونيتور. يا ريت احمد برجاوي يبعت لي حد عشان الصوره مظلمه عندي. اهو جه اهو. فاكر انا بستنتج اللعيبه لان الامور مش مظبوطه قدامي لغايه دلوقتي رغم انه جه. المعلق لما يكون مزنوق قدام المنتور بيبقى اكنه متغمي عينه. مش ممكن. صفر عندي. ايه الحكايه النهارده؟ كل واحد يجي يلعب في الصوره يهزها ويمشي. مش انت بتاع الصور، هات بتاع الصور. صوره مهزوزه، هفضل اقول صوره مهزوزه لغايه لما تصلح لان ده راس مالي. اذا كان احمد البرجاوي سامعني الصوره وحشه قدامي، كله سابني ومشى. مش ممكن. انا كنت متخيل لما اقول الصوره مهزوزه الدنيا كلها تتقلب وتجيلي، ما حدش سال عني لغايه دلوقتي وبرجاوي بيقول لي جاي لك. مش ممكن. هو الكابتن برجاوي جه بص في الشاشه كده وراح ماشي قال لي حاضر. وبرجاوي بيقول لي جاي لك. ولكن الشاشه برضو مش مظبوطه قدامي وبعدين بقى دم تقيل كل شويه اقول الشاشه الشاشه فانا مستني الشوط الاول لما يخلص.